أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام بحلقة متجددة من برنامج تويتر زون. اليوم حلقتنا مليئة بهاشتاقات وطنية وبروح وطنية. نبتدي وياكم حلقتنا لليوم. حبيت أذكركم بحسابنا بتويتر @twitter_zoon، واللي من خلاله بنقرأ تغريداتكم وبنتعرف على آرائكم. بنطلع وياكم فاصل قصير من ثم نتواصل معكم بإذن الله. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وهاشتاقاتنا في هذه الحلقة. الهاشتاق الأول يوم العلم. الهاشتاق الثاني اليوم الوطني 42. الهاشتاق الثالث هذا هو ولي العهد بو خالد. الهاشتاق الرابع أسعد نساء العالم. الهاشتاق الخامس حصنتك يا وطن. الهاشتاق السادس محمد بن زايد أزنا وفخرنا. عبروا عبر حسابنا بتويتر @twitter_zoon، واللي من خلاله بنقرأ تغريداتكم وبنتعرف على آراءكم. أتمنى منكم التفاعل بشكل أكثر عبر حسابنا بتويتر. بعد قليل الهاشتاق الأول يوم العلم، والهاشتاق الثاني اليوم الوطني 42. هاشتاق يوم العلم، هاشتاق للحلقة الثانية على التوالي، نذكره لأهميته ولتفاعل المغردين عليها الذي لا ينقطع. الله يديم حب الشعب للدولة وللقيادة، وبنحاول أن يكون هذا الهاشتاق مفعل معانا في كل حلقة لين 2 ديسمبر بإذن الله. ونبتدي وياكم أولى تغريداتنا مع المغرد أحمد الظهوري، يقول: عيشي بلادي، عاش اتحاد إماراتنا، عشتي لشعب دينه الإسلام، هديه القرآن، وحصنتك بسم الله يا وطن يوم العلم. وأيضا المغرد فخر بلادي يقول: يا علم رفرف وسط كبد السماء، مدام أبو سلطان عزوتنا الأمين، يا علم نفديه برواحنا ودماء، نعاهدك والعهد عهد المخلصين يوم العلم. وأيضا عبد الرحمن الجهني يقول: يوم العلم سلامي يا دار المواقف والأكرام، سبع عسى الله ينصر اللي حكمها، دار علمها بارز بين الأعلام، من حق أهلها تفخر في علمها. والمغرد منصور العيناوي يقول: يا مدور المجد شوف المجد في ذاتي، أرفع عيونك وطالع في مجراتي، بتشوف دارا بها الشمس ما تغرب، هالدار داري وأنا اسمي إماراتي يوم العلم. وأيضا المغرد طناف يقول: نحن نفخر سيدي بانتمائك للإمارات وقيادتها وعلمها يوم العلم. والمغرد حسن الملا يقول: الدفاع عن الوطن لا يحتاج إلى دعوة، بل هو واجب مقدس مغروس في دم كل إماراتي، وهذا ما تعلمناه من آبائنا وأجدادنا يوم العلم. وأيضا المغرد أو المغرد تمنيتك يقول: يوم العلم إن حب الوطن ليس يوما فقط، حب الوطن دائما وأبدا، حب الوطن بأن نطيع ولاة أمورنا وأن نكون مخلصين لهذه الدولة ولحكامها. والمغرد الحر الإماراتي يقول في تغريدته: يوم العلم ليس مجرد يوم نحتفل به للوطن، بل إنه عشق يسري في قلوبنا ودماؤنا، حصنتك بسم الله يا وطن. والمغرد ماجد الهاملي يقول: يوم العلم إن حب الوطن ليس يوما فقط، حب الوطن دائما وأبدا، حب الوطن بأن نطيع ولاة أمورنا وأن نكون مخلصين لهذه الدولة ولحكامها. والمغرد آل نهيان يقول في تغريدته: أجمل صور الوفاء والولاء رسمها أبناء الإمارات في يوم العلم. وعويشة تقول في تغريدتها: يا علمنا رف فوق السحاب، وارتفع للشمس ولا للقمر، في يدين الشعب شيبان وشباب، فدوتك الأعمار وانت أغلى عمر يوم العلم. وأيضا بنوتة توتة تقول في تغريدتها: هل سمعتم عن شعب يشتاق للغد؟ لأنه سيرفع علم بلاده في وقت واحد وبقلب واحد، إنه شعب الإمارات، إذ يلبي دعوة الشيخ محمد بن راشد يوم العلم. والمغردة سلوى الضنحاني تقول: حفظ الله شيوخ الإمارات من كل مكروه، ودمتي شامخة يا إمارات الخير يوم